حدثنا ابراهيم بن حمزه حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره قال اخبرني ابو سفيان ان هرقل قال له سالتك ماذا يامركم فزعمت انه امركم بالصلاه والصدق والعفاف والوفاء بالعهد واداء الامانه قال وهذه صفه نبي